مو قضية نتاج السيد السوداني هذا اللي جاي يحصل البلد، هذا نتاج تراكمات حقيقة لربما تتجاوز الأكثر من 40 سنة، بدأت بانهيارات منذ الحرب العراقية الإيرانية وبدأت تتوالى إلى أن وصلت لصناعة النظام السياسي الذي جاء بعد 2003 وأسس إلى هذه المنظومة الفاسدة. فبالتالي كل ما يخرج الآن هو نتاج المنظومة الفاسدة التي تأسست بعد عام 2003. اليوم أنت من الممكن أن تحاسبني ومن الممكن أن شو تريد تسوي سوي، بشرط أنه تمنحنا الصلاحية والفضاء اللي يخليني أختار ناسي وأدواتي وحكومتي وكل ما أريده. شو تريد بعد؟ خليتك رئيس وزراء، ما يعني آن النظام آني نعم. آن النظام الفاسد، نعم، القاتل، نعم، الجاهل، نعم، من 20 سنة، نعم، إجيت على واحد، نعم، من الداخل، زين، كنا نعرفه نزيه، زين، كنا نعرفه شريف، زين زين زين، كنا نعرفه أنه ما متلوث إيديه. أنا النظام صحيت على زماني، زين، صحيت على وقتي، نعم، وجبت واحد، زين، وانطيت رئاسة الوزراء، زين، وأنا مؤمن، نعم، وأنا مؤمن به، زين زين، سلمت الراية، زين، جيد، أو هاي نتاجات، زين، هاي نتاجاته، لا اسمح لي، وخياراته، ومستشاريه، لا مو خياراته، مو خياره، وش ليش قبل خياراته كتير، ليش قبل؟ بالعكس، هو كان طوق نجاة العملية السياسية، محمد الشيعة السوداني كان طوق نجاة العملية السياسية بعد أن تلكأت العملية السياسية لمدة عام كامل يبحثون عن شخصية من الممكن أن تقود البلد وتخلص البلد من مشكلة. وكنا نتمنى بخير، ودخل محمد الشيعة السوداني، وكنا نتمنى بخير، وشرع بعمل، وكنا نتمنى بخير، ماشي، وشرع، وكنا وقفنا وياه، اسمح لي، وشرع في عملية تأسيس مؤسسات دولة حقيقية وبناء دولة ووضع البرنامج الحكومي والتزم بفقراته. اليوم الشريف والوطني اللي يمتلك تسريب يخلي على الفضائيات لو يودي للقضاء، راح القضاء، لا مو عوض التسريب، راح القضاء، اي روح القضاء، وتمت مطابقة الأصوات، ما يخالف، وتمت مطابقة صوت السيد عبد الكريم فيصل كبير هيئة مستشارين، مو نتاج محمد الشيعة السوداني، ما يخالف، اسمح لي، وتمت مطابقة صوت التسريب الأخير مال يزن الجبوري، خلاص هاي هي، خلاص القضاء ياخذ مجراه. يعني هو هسه الان تدخل بهذا الموضوع او اعترض على هذا الموضوع؟ ما اعترض ولا تدخل. القضيه الثانيه يا استاذ احمد، يفترض ان يكون هنالك يعني التسريبات تذهب الى القضاء مباشره.